وجها لوجه. في صيف العام 2001 كان ضابط الشرطة عمر بن عبد النبي يعمل بمدينة سطات، كان يتولى رئاسة فرقة محاربة العصابات الإجرامية. في إحدى ليالي ذلك الصيف الحار، وبينما كان كعادته بطريق مراكش، أبلغته قاعة المواصلات بأن عصابة هجمت على مقهى محطة المسافرين، وأنها أرغمت صاحب المقهى على إطعام أفرادها الذين قاموا بسلب المسافرين من الزبناء ما كان معهم من مال ومتاع. كانوا يهددونهم بالسكاكين. كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا. فور تلقيه تلك المعلومات توجه الضابط بن عبد النبي إلى المحطة الطرقية. كان معه 4 عناصر من فرقته. أمده رئيس الهيئة الحضرية بستة أفراد من ذوي الزي الرسمي. عمد إلى إغلاق المنفذ الذي افترض أن يحاول أفراد العصابة الفرار عبره. لم يتردد في الإطباق عليهم داخل المقهى. لم يكن في إمكانه أن يستعمل السلاح، لأن أفراد العصابة كانوا مندسين بين الزبناء. دخل معهم في اشتباك بالأيدي. لم يكن أمامه خيار آخر. في أقل من 5 دقائق كان 3 من المجرمين مصفدين، ولكن رابعهم تمكن من اللجوء إلى المطبخ. كان يريد أن يهرب من الباب الخلفي. لاحقه الضابط عمر بن عبد النبي، دخل معه في اشتباك. استل المجرم سكينا كبيرة وصوبها إلى وجه الضابط. أصابته في عينه اليسرى فقأها. ومع أن الضابط وقع أرضا وأغمي عليه، فإن رجال فريقه تمكنوا من اعتقال الجاني الذي سيق مع باقي أفراد العصابة إلى مفوضية الشرطة. نقل الضابط عمر بن عبد النبي إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. حاول الأطباء إنقاذ عينه، ولكن الجهد الذي بذلوه لم يثمر. وبالرغم من أنهم ردوا العين إلى محجرها فإنها عادت لا تبصر. فقد الضابط النظر بعينه اليسرى. تم تقديم المجرم إلى المحكمة. استطاع بدهائه وأيضا بفضل مؤازرته من محام مشهود له بالكفاءة، استطاع أن ينكر كل ما نسب إليه. صدر الحكم بالسجن 6 أشهر من أجل أفعال أخرى غير التسبب في عمل عين اليسرى للضابط. ظل الضابط عمر بن عبد النبي في المستشفى عاما أو نحو عام. كان يأمل في استعادة الإبصار بعينه، ولكن العلاج لم ينفع. بعد أن غادر المستشفى لم تتم إحالته على المعاش، بل تم تكليفه بمهام إدارية بتحرير المحاضر والمساطر. التحق بعمله والحسرة تنخر صدره. كان يرى أن من تسبب له في عمل عين اليسرى لم ينل العقاب الذي يستحقه. كان رئيسه المباشر يهدئ من روعه ويحاول في كل مرة التخفيف من حدة الغضب الذي كان يذكي بداخله بركانا حقيقيا. في أحيان كثيرة حين كان يخلو إلى نفسه كانت تراوده فكرة الانتقام من ذلك المجرم. مرت 3 أعوام. كان المجرم ويدعى سمير بن عبد السلام ويلقب بالشيطان يزداد طغيانا وإجراما. كان يجوب المدينة وينشر في أرجائها الرعب والفزع. لم يكن أحد يجرؤ على التصدي له. كان قد اشتهر بكونه ذاك الذي فقأ عين الشرطي. صار عدد ضحاياه يعد بالعشرات، وكثرت الشكايات التي تم تقديمها ضده. وكانت الشرطة كلما نصبت له فخا يفلت منه لكثرة من يخافون منه ويعملون عن علم أو جهل عيونا له، يخبرونه بتحركات الشرطة المتعددة في محاولات لاعتقاله. في شتاء العام 2004 في ليلة مظلمة كانت الأحوال بسطات تميل إلى الاستقرار، ولذلك قرر رئيس الأمن منح رخص لثلث الموظفين تعويضا لهم عن إلزامهم بالعمل طيلة فصل الصيف. وبما أن عدد الضباط كان قليلا فقد تم تقاسم مهام المداومة وتوزيعها بينهم. كان من بين هؤلاء الضابط عمر، وكان في تلك الليلة الظلماء
مكلفا بالمداومة. حتى منتصف الليل لم يسجل ما يثير الاهتمام. آوى الضابط إلى الفراش الموجود في مكتبه، لم يضع ثيابه ولم يخلع حذاءه، كان على أهبة التدخل في كل لحظة. في الساعة 1 صبحا جاءه خبر مؤداه أن جماعة من الشبان هاجمت بيت امرأة كانت معروفة بأنها من بائعات الهوى. أرغم المهاجمون كل الفتيات اللواتي كن في البيت على مرافقتهم حيث يريدون. كان الضابط عمر بن عبد النبي يعي جيدا بعد المحنة التي تعرض لها أن عليه ألا يكون متهورا وألا يخاطر بنفسه. أخذ سلاحه، زوده بعدة رصاصات، أدخل رصاصة في مدفع المسدس وشغل مفتاح الأمان. أمر بإرسال تعزيزات من رجال الهيئة الحضرية. اتصل برئيسه المباشر، أبلغه بالأمر، ثم انطلق على متن سيارة الأمن الوطني. بعد بضع دقائق بلغ وجهته. داخل المنزل كان 3 من أفراد العصابة. حاول إقناعهم بتسليم أنفسهم، أبلغهم بأن البيت مطوق وأن لا سبيل أمامهم للفرار. تجاهل المعتدون ما قاله الضابط واعتلوا السطوح. لاحقهم أفراد شرطة أقوياء. بعد دقائق جاءوا بهم، إلا واحدا تمكن من الفرار. توجه إلى بيت مجاور واقتحمه. كان يسكن ذلك البيت رجل مسن لا أحد معه، اتخذه المجرم درعا. لاحقه الضابط عمر، تبعه إلى داخل البيت بعدما أمر رجاله باعتراض سبيله من باب المنزل. أحس المجرم بأن اللعبة شارفت على نهايتها، تخلى عن الرجل المسن، أراد أن يدخل في مواجهة مباشرة مع الضابط. كان يلوح بسكينه في وجهه، كان يهدده بالقتل. أخرج الضابط سلاحه للدفاع عن نفسه، ولكن المجرم ازداد شراسة. أطلق الضابط رصاصة تحذير في الهواء، ولكن المجرم ازداد ثورة وتهديدا. إذ ذاك صوب الضابط مسدسه إلى ساق المجرم، أصابه، ولكنه أبدى إصرارا على التمادي في التهديد. تقدم نحو الضابط وهو يلوح بمديته. كان الضابط مضطرا إلى إطلاق رصاصة ثالثة، أصابته في فخذه وشلت حركته. جرد الضابط المجرم من سلاحه. لما هدأ الجو تأكد الضابط عمر من أن ذاك الذي كان يواجهه لم يكن سوى الشيطان سمير بن عبد السلام. أبلغ الضابط رئيسه المباشر بالذي حدث، وتولى رئيسه إخبار وكيل الملك. الذي حدث وإن كان من قبل الصدفة اتخذ شكل مواجهة حاسمة لتصفية حساب قديم، ولذلك وتفاديا لكل ما من شأنه أن يستغل للمساس بسمعة الشرطة، بادر وكيل الملك إلى توجيه ملتمس بإجراء البحث إلى قاضي التحقيق الذي رافقه إلى مسرح الوقائع. كان لزاما على الشرطة القضائية أن تتخلى عن القضية التي تولاها قاضي التحقيق. تم نقل المجرم الجريح إلى المستشفى، هناك تم الاستماع إليه. ادعى أن الضابط أطلق عليه النار دون أن يكون في حالة دفاع عن النفس. بعد إذن استنطق القاضي الضابط عمر، الذي كشف له أن المجرم الجريح هو الذي فقأ عينه اليسرى قبل 3 أعوام. حكى للقاضي الوقائع وأكد أن الصدفة وحدها هي التي وضعت غريمه في طريقه. كان القاضي ينزع إلى الشك فيما يقوله الضابط، ويميل إلى أن الانتقام لم يكن غائبا. أفهمه الضابط بأن جدول المداومة يوضع بعناية فائقة، وأن ديوان رئيس الأمن هو الذي يعد القوائم، وتأسيسا عليه فإنه لم يختر اليوم الذي يكون فيه في مداومة. بعد دراسة المحاضر والتثبت من الوقائع والحجج، أدرك القاضي أن ما حدث لم يكن عملية انتقام، ولكنها مواجهة تمت بالصدفة بين الضابط عمر وذاك الذي فقأ عينه
قبل 3 سنين. ملفات بوليسية.